سيليا. اه صايم انت؟ اي والله. الله عليك. اقول لك طلع لسانك اذا صايم. هاي كل الفطور مو الفطور. لا الحمد لله صايم. وين فطرت؟ مطعم ولا بالبيت؟ لا بالبيت والله. حلوه لما تبيت. حلوه ايه طبعا. هم كني سويت لنا يا اخوي يا حلوه الجهال كل ساعه واحد طاب لماعون يا حلوه لمه البيت مقضينا على اليوم شنو يوم امي دزه شوربه جيراننا تمام اي عتب انت الطعمه هنا تسمع الطعمه دزينا شوربه جيراننا جيراننا دزوا لنا تبسي فانا اقترحت ندز التبسي على مود يجينا دجاج دزينا التبسي جيراننا رجعت لنا الشوربه مال حلال ما يروح هاي شربة جيد مالك اي لا مال حلال نفس الجيران والغير الغير جيران طلعت مفترة وجاية نفس المعون ما اقول له مال شربة مال بي مع السكن والله مقلوبة الاكلات الشعبية الشربة وبعض الاكلات يعني الاوروبية اكلات اوروبية دولمة بوتيتا حمص عندنا أوروبية حسام حلو رمضان بين العائلة طبعاً أكيد يعني عفنا هسه من الكوميديا حتى مو حتى بالشارع يعني شوف رمضان يعني أنت جوز مفترت وشفت يعني أجواء رمضان يعني خاصة يعني أنا فضلت إنه أقضيها ويا أهل وناسي حتى لغاية السفر لأني كنت مفكر أصوم رمضان برا بس مثل اجواء الفلوجه ما علق يعني تحس برمضان واجواء تختلف وناسه غير قاعد محمد رمضان استقر بس مو بالهوى قاعد اكذب ليش ليش استقر محمد رمضان لا انت برا ما قل ما حددت وين ترى بالقرمه يا معود طبعا روحك الله يسلمك استاذ